انت هتعمل ايه؟ ايه ممكن اخلي الشخصية دي تبقى حقيقية as much as possible. السيكريت بتاعتها اللي بتظهر eventually في حتة من الحتت في الفيلم انه هي كانت عندها سرطان وان هي كانت بتتعالج وان هي عدت المرحلة دي في حياتها وتعالجت منه وبقت كويسة. بصي بذمتك ده منظر واحد لايق عليا؟ تسلم ايه ده ضربه. سلمى وسيف على قد ما ممكن حد من بره يشوف ان هم حياتهم مختلفه وان هم كاركترز مختلفين قوي عن بعض، على قد ما اكتشلي هم قريبين قوي من بعض وشبه بعض. العلاقه بتاعتهم يعني احنا بنشوفها بتتطور throughout the film. الاول اكتر حاجه interesting بالنسبه لي وكانت fun بالنسبه لي اكتشلي يعني السخافه اللي هم كانوا بيسخفوا على بعض في الاول دي والكات اند ماوس اللي ما بينهم ده، فده كان فن قوي ان هو يتعمل. Let's say انه طارق العريان is the first reason انه why this movie is gonna be different. وبعدين كومبو بقى الممثلين كلهم والعلاقات اللي احنا بنيناها مع بعض اون كاميرا واوف كاميرا، كل دي حاجات ممكن يعني ساهمت في الفيلم ده ان شاء الله هينجح وانه هيبقى حاجه مختلفه. انا هجيب عليها وطيها. الشهاده تقول نصر.